جايز، احنا اليوم رايحين على خان الخليلي، وهاي مش اول مره احنا بنروح على خان الخليلي. احنا رحنا كتير مرات بس انا ما كنت اصور لكم. وتعالوا معي على خان الخليلي، متحمسه كتير. جايز احنا وصلنا على خان الخليلي، والطريق كان طويل شوي وازمه، واحنا هلا بدنا ندخل، وهذا اسمه باب واحه. جايز احنا وصلنا عند جامع هاكيم بامر الله، وشوفوا ما اكبره وصل كتير كتير قديم. شوفوا وإليه تقلبون.
رحلتنا لخان الخليلي وجامع الأزهر، ونشوفكم على خير برحلة جديدة. باي جايز.